ما قدرت ساعدك وقت كنتي بحاجتي. قلت لك كنت بالطيارة وموبايلي مطفي. قولي لي بشو بدك ساعدك؟ اسمع كبير، نحن خلينا الشرطة تعتقل سهاني ومشي الحال، بس هنن قالوا لي إنه لازم بكرة روح على قسم الشرطة لياخدوا إفادتي. عادي مدام سينج، أنت الشاهدة الأساسية بالقضية وشهادتك مهمة لتثبت التهم عليه. الشرطة رح ياخدوا إفادتك وبعدين بيكملوا التحقيق معه، بس إمت ما احتاجت الشرطة لمساعدتك لازم تروحي لعنده. بصراحة أنا كل همي البيت ومحتاجة مصاري لأقدر راجعه، لهيك لازم أحاول لاقي شي طريقة لدبر فيها المصاري. كنا متأملين بسهاني، كنا مفكرين إنه رح يدعمنا لنبلش بالمشروع، بعدين بيصير فينا ندفع المصاري لمهيني ونرجع بيتنا، وهذا البيت ما أنا مسجل باسمي، لهيك ما فيني اسحب قرض. مرات بفقد الأمل وبجي لأستسلم للأمر الواقع، بس وقت اتذكر أكشاي وشوفه بيعطيني حافز كبير لضل مكملة. أنا بحس إنه هذا بيت أكشاي وما لازم يطلع من هالبيت، لهيك أنا لازم لاقي حل. هو غمض عيونه بهالبيت وبده يفتحهم بهالبيت. يمكن الناس ما تقدر تساعدك، بس خلي عندك أمل كبير وأكيد رح نلاقي حل. إذا كنا كلنا إيد واحدة ما حدا بيهزمنا. بس كبير، أنا كل يلي بدي إياه إنه ما يضلوا عم يستدعوني على قسم الشرطة وضل رايحة جاية لعندهم. كل دقيقة بتمرق علي هي مهمة كتير بالنسبة إلي، بس أنا هاد طلبي الوحيد لأتفرغ لقصة بيتي. ولا يهمك مدام سينج، أنت ركزي على شغلك وأنا بحكي معه. بس شو رح تعملي؟ يعني كيف بدك تدبري مبلغ كبير بوقت قصير؟ بعرف إنك رح تاخدي 20 مليون لأنك ساعدتي بحل القضية، بس هالمبلغ ما رح يحل مشكلتك. طيب أنا عندي رفقات بهذا المجال، إذا بحكي معهم ممكن يساعدوكي، شو رأيك أحكي معهم؟ إيه طبعاً احكي. فصلني يمكن مشغول، بس بيرجع بيدق لي. مرحبا كبير. أهلين، كيفك؟ ديشا معك مفتاح احتياط لبيتنا؟ لا، قفلت البيت بعد ما طلعنا والمفتاح معك. ايه بس بظن اني وقعته بشي مكان برا. شو يعني؟ مشكلة جديدة، ما بكفيني المشاكل يلي صايرة، وين بدنا نلاقي حدا يفتح لنا الباب؟ استنوا شوي، يمكن عنا مفتاح احتياط. حبيبتي روحي جيبي الصندوق القديم يلي بغرفة ستك. ماشي ماما، روحي جيبي. يلا أنا رح دق للأستاذ بهارجا، يمكن يقدر يساعدنا. مين مفكرين حالهم هدول الأغنياء؟ وقت يكونوا واعين بمشكلة بيدقوا لي ألف مرة، وهلأ وقت أنا صرت بحاجته عم يفصل بوشي. إيه معلش، بدك تتعود دائماً وقت المشاكل الواحد ما بيلاقي حدا يساعد، لهيك بحياتك لا تأمن بحدا. الناس يلي وعدوك يضلوا واقفين معك ويساعدوك هنن أول عالم بيختفوا، بس طبعاً بهيك أوقات صعبة تعرف مين بيحبك ومين لا. حاول تعمل كل شي بإيدك ولا تتأمل شي من حدا، وهي شوفت عينك. طيب فيني إليك شغلة؟ حتى بهاي الحالة إذا اعتبرنا أنك عم تحاربي فأنت ربحتي أول معركة. ماما؟ إيه حبيبتي؟ هذا الصندوق. لقيته، خدي. هاتي فرجيني، هاد مو مفتاح بيت العيلة يلي بدادري؟ بتذكر هذا المفتاح كان ضايع، بس كيف وصل لعندك؟ ما بعرف، يمكن شي حدا حطه هون، نحنا منحط كل المفاتيح هون. ليش انتو عندكم بيت بدادري؟ ايه عنا بيت هونيك بضيعة صغيرة اسمها رود رابور، بيت العيلة تبع أكشاي، هو ربي هونيك، وعنا 20 هكتار جنب النهر. مبين مساحة كبيرة. ايه هو قديم كتير، ما بعرف قديش بيسوى هلأ. أشوك، أشوك عم يدقلي. أهلين سيد أشوك. أنا بعتذر منك، بس كنت مشغول كتير وقت أنت دقيت لي.
قلي كيف بساعدك. بصراحة سيد أشوك أنا محتاج مساعدتك، في رفقاتي وهنن مثل عيلتي في عندهم مشروع، وبس بدي إياك تساعدهم بتمويل هالمشروع العقاري إذا بتقدر. طبعا كبير التمويل ما له مشكلة عندي، بس المشكلة إنه ما عندي وقت. صراحة عم بشتغل على مشروع بضيعة قريبة من دادري، لهيك ما عندي وقت لأي شيء تاني. مو مشكلة أستاذ أشوك، بس شو المشروع اللي عم تشتغلوا عليه بدادري؟ صار في مشاريع كتيرة بدادري، وهلأ أنا عم اشتغل هنيك على مشروع بقيمة 6 مليار، بس ماني قدران كمل لأنه في أراضي لازم اشتريها. في هنيك أرض جنب النهر مساحتها تقريباً 20 هكتار، عم حاول أعرف مين صاحبها لحتى اشتريها منه. هاي يمكن تكون إلنا؟ ولا يهمك أستاذ أشوك، بس في المدام سينغ قاعدة جنبي هون بدها تحكي معك لو سمحت. يلا ولا يهمك. يسعد أوقاتك أبارجيتا سينغ معك. أنت حكيت عن قطعة أرض جنب النهر، والفكرة أنه نحن كمان عنا بيت جنب النهر. معقول يكون نفس البيت؟ والأرض يلي عم تقول بدك تشتريها؟ مو معقول الصدفة. بصراحة يمكن يكون هو نفس البيت يلي أنا عم دور على أصحابه. طيب اسمعيني، خلينا نلتقي بكرة ومنحكي بكل التفاصيل، ماشي؟ ايه اكيد، ضروري شوفك بكرة، منلتقي. تفضل احكي مع كبير. شكرا سيد أشوك، شكرا كتير.